ما حكم من يقول إن أبا طالب يمكن أن يكون قد مات على الإسلام فلا يجوز لنا الجزم بأنه مات على الكفر؟ سبحان الله، الكلام واضح بأنه مات على الكفر، وأن الرسول قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنهاه الله. وهل ينهاه الله عن الاستغفار لمسلم؟ من يقول هذا؟ إنما نهاه الله أن يستغفر لمشرك مات على الكفر. نعم. عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. يعني هل نفعته بعد موته بشيء؟ سيدنا العباس بيسأل عن أخوه عبد الله أبي طالب. قال نعم، هو في ضحداح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني لولا أنه آمن بي لكان في الدرك الأسفل من النار مع الكفار المخلدين، إلا أنه صار في ضحضاح من النار، يعني في الطبقة العليا من النار التي هي نار التطهير التي يطهر فيها فيدخل. وقل من نبه على ذلك، خذها مني ولا تخف. فهمت إزاي؟ لأنه هو يقول إلى الجنة بعد ذلك. يعني لولا أنه آمن بي وقل من نبه على ذلك، خذها مني ولا تخف. وأنزل ربنا سبحانه في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. فقال أبو طالب لولا أن تعيرني قريش فيقولون ما حمله على ذلك إلا الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل ربنا سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونحن نحزن لأن أبا طالب لم يسلم مع هذا الذي كان يصنعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يموت ولا يسلمه، ولكن لا رد لقدر الله ولا معقب لحكمه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.